تخيلوا ان صدق طلع مصاصي دماء حقيقيين، تمكنت سلطة كينيا من القاء القبض على شخص مص دماء 10 اشخاص قبل قتلهم، واثناء التحقيق قال هذا الرجال انه يحس بالسعادة اثناء مص الدم، وبعدها يقتلهم ويبلغ عمر هذا الشخص 20 سنة، وما اعتذر من اي شخص ويقول انه ما يشعر بالذنب.